بداية النشرة مع العناوين. أصحاب المطاعم في أنطلياس يطالبون بالمساواة، فكيف تبدو الأجواء هذه الليلة؟ هل أمن اللبنانيين الغذائي مهدد أم أن التهويل أكبر من الحقائق؟ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كيف يمكن أن تساعد لبنان على تخطي أزمته؟ المبادرة الفرنسية لا تزال قائمة، وما صحة ما يحكى عن مؤتمر في باريس؟ المحكمة الإسرائيلية العليا تؤجل البت بعمليات الإخلاء من حي الشيخ جراح. الخبير العالمي، شو وضعنا الاقتصادي؟ بزونز اقتصاديا نحن ممتازين. بزونز؟ ايه، اللي ريتنا وين؟ الدولار يلامس 20,000. بزونز الدولار ما بيلامس شي، والليرة بألف خير. بزونز انك رح بتجنني يا خي، فيك تقلي بأي كوكب عايش؟ سجل عندك، نعم، كوكب الأرض، لبنان، فارم زونز. With Farm Zones, shop online, anywhere, anytime. باي، خلصنا الأوردر. ايه، وغيره؟ فارم زونز، ما في غيره. شو عم تعمل دعاية انت؟ فارم زونز، www.farmzones.com. مساء الخير واهلا بكم الى هذه النشرة التي تبث ايضا عبر الموقع otv.com.lb واذاعة صوت المدى. باستثناء الخبر الاعلامي اليتيم الذي ورد امس عن مؤتمر محتمل للقيادات اللبنانية في باريس بدعوة من الرئيس ايمانويل ماكرون، لا معطيات جديدة جدية على مسار تشكيل الحكومة الذي بات البعض يشكك بأن يكون وحده المدخل إلى الحل المنشود، فيما المطلوب مقاربة صريحة لكن تحت سقف الوحدة الوطنية لكل الملفات الإشكالية كالثغرات الدستورية والبنود العالقة أو الملتبسة في اتفاق الطائف. وفي انتظار أي جديد على هذا الخط، اللبنانيون على مناشدتهم لرئيس الحكومة المكلف كي يعيد لبنانة عمليات التأليف على أساس الأصول الميثاقية والدستورية والبرنامج الإصلاحي المحدد في الاتجاهات والمهل، وفي وقت يتمنى اللبنانيون أن تواصل باريس مساعيها لمساعدة لبنان، يأملون في خطوات فرنسية وأوروبية لملاحقة الفاسدين ومحولي الأموال العامة ومسيئي استعمالها ومبيضيها، وذلك بحسب القوانين الدولية وقوانينهم المحلية، والتي سنتوقف مع أهمها في سياق النشرة. أما معيشيا، فالمطالبة دائمة لحكومة تصريف الأعمال للقيام بواجباتها لجهة ترشيد الدعم بمشاركة كافة القوى المعنية، ومع إدخال التعديلات اللازمة على الأفكار المطروحة بما يحد من الهدر ويساعد في الوقت نفسه جميع اللبنانيين، كل وفق حاجته، ومع دعوة الكتل النيابية إلى إقرار قانون الكابيتال كنترول من دون أن يتحول عمليا إلى مادة لابتزاز الناس في ودائعهم، مع تباشير دخول البلاد في جو الانتخابات النيابية التي يحين موعدها الرسمي بعد حوالي العام. وفي شأن اجتماعي ولكن صحي، أما آن لمنطق الصيف والشتاء فوق السطح الواحد أن ينتهي؟ كما في السياسة، كذلك في سائر مظاهر الحياة اللبنانية وبينها ما يرتبط بإجراءات كورونا، ومن هذا الموضوع الذي يقض مضاجع أصحاب المطاعم نستهل هذه النشرة. التعليم هو أطول طريق للازدهار، وهو الأكثر ضمانة ومتانة لمستقبل أولادنا. صحيح لبنان عم بعيش أزمة اقتصادية صعبة، وعدد كبير من العيال ما عم تقدر تأمن لقمة عيشة، بس رغم هيدي الظروف قامت جمعية Teach a Child بتسجيل 1204 تلميذ وتلميذة بالمؤسسات التعليمية بكل المناطق اللبنانية. اليوم بهيدا الشهر الفضيل نطلب دعمكم لنكمل مسيرتنا ولنأمن لأطفال لبنان حقهم الأساسي بالتعليم. رمضان كريم. البداية من شارع المطاعم في أنطلياس بعد رفض أصحاب هذه المطاعم أمس الإقفال مطالبين بمساواتهم ببقية المناطق وبتطبيق المساواة بين اللبنانيين، فكيف تبدو الأجواء هذه الليلة؟ للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا الزميلة جينيفر مزرعاني. جينيفر، مساء الخير، تفضلي.
نعم جاد، يعني نحن هلا موجودين بشارع المطاعم بأونتلييس، حيث نحن عم نرجع نشهد على نفس المشهد اللي شهدناه امبارح. اصحاب المطاعم عم يسجلوا اعتراض على قرار وزاره الداخليه بالاقفال عند الساعه 9:30، وبيطالبوا بانه يطبق القرار على جميع الاراضي اللبنانيه من دون اي استنسابيه واي تمييز بين المناطق. لنعرف اكثر موقف اصحاب المطاعم، رح يكون معنا مثل ما شايفين وراي، يعني جميع اصحاب المطاعم هون واقفين صرخه وحده كرمال يوصلوا رساله. بدنا نعرف نحن اليوم يعني شو مطالبكم، يعني انت شو بدكم اليوم؟ نحن عم نطالب بالمساواه على كل الاراضي اللبنانيه. نحن اليوم اذا بده يكون في محل فاتح باي منطقه بلبنان نحن حنكون فاتحين. بس يتطبق القانون بكل لبنان وكل المحلات بتسكر نحن بنسكر، نحن ما عندنا مطالب اكثر من هيك. امبارح شو صار معكم؟ يعني لما اجوا عناصر القوى الامنيه لاي ساعه رجعتوا بقيتوا فاتحين، واليوم رح نرجع نشهد على نفس المشهد تبع امبارح؟ تفضل سمير. تفضل سمير. تفضل يا حبيبي. ما كنت هون. تفضل. اوكي، اليوم بدي اقول لك شغله، اليوم نحن القرار اللي اخذينه بشارع أنطلياس واضح جدا. امبارح اللي صار هو انتفاضه لا ضد الدوله ولا ضد اي قوى امنيه اما اجهزه امنيه. نحن اللي عملنا هيك امبارح، انت بتعرفي شارع أنطلياس بحياته ما كسر قرار اما تعبئه، لا بل هو كان عم بينفذ القرارات، هو يمكن اول واحد. وانا واثق من كلامي بشارع أنطلياس، لانه نحن كنا متفقين انه ما بدنا وجعة راس ولا بدنا القرار. اليوم القرار واضح، اليوم ما راح نسكر بقى. ليش؟ لانه من بعد ما اكتشفنا انه اللوك داون علينا، التسكير علينا، تنفيذ القرارات علينا، نحن اليوم قررنا اجتمعنا قلنا نحن ليش علينا ومش على غيرنا. نحن اليوم بدنا القرار يتنفذ على جميع الاراضي اللبنانيه 10452 كيلومتر مربع. نحن محلاتنا مش بالصين، نحن محلاتنا بلبنان. اليوم بيتنفذ القرار بجميع المناطق على كافه الاراضي اللبنانيه، نحن بننفذه اول عالم. اليوم ما بيتنفذ القرار حتى لبول لحلك اكثر من هيك. قرار جمعه الجاي برجع بكرر، التعبئه اللوك داون اذا ما بيتنفذ على الاراضي اللبنانيه كلها نحن ما رح نسكر. شو رح تعملوا على عيد الفطر؟ يعني انتم بتطالبوا انكم تفتحوا المطاعم على عيد الفطر، بتطالبوا تفتحوا 24 على 24؟ انا ماني وزير وانا ماني بالدوله، بس انا بدي من الدوله تاخذ قرار واضح وصريح انه اذا في لوك داون وتعبئه عامه الكل، يعني الكل، اذا نحن حسينا اما شفنا انه البعض ما راح يلتزم، لو كان مثل ما قال زميلي بضيعه ما بعرف وينيه عم بيقدم اكل، نحن بشارع أنطلياس اتاكدي انه ما راح نسكر. ولكن هلا انتم اليوم يعني مثل ما بنعرف انه الاوضاع الاقتصاديه عم بتكون صعبه، وانتم عم تتكبدوا خسائر عديده يعني من وراء هيدا الاقفال. اليوم انتم مع انه يتسجل قرار الاقفال وتسكر المطاعم على جميع الاراضي اللبنانيه، ولا انه تفتحوا ولا وقت اكثر من 9:30 لكانت العالم خلصت اشغالها؟ اوكي، انا بدي اقول لك شغلي، انا لاول مره بارح حسيت حالي لبناني من وراء هالشباب، حسيت حالي لبناني من وراهم، قبل ما كنت حاسس حالي لبناني. يعني اذا انا بعد بدي اعرف اكثر تفاصيل، يعني الي يعني كنت عم بساله انه نحن اليوم بوضع اقتصادي صعب، وانتم اليوم بتطالبوا بانه اقفال جميع المطاعم على كل الاراضي اللبنانيه، ولا لا انه انتم تفتحوا اكثر من الساعه 9:30 طبعا ضمن يعني الاجراءات الوقائيه؟ مساء الخير لك وللمشاهدين. نحن كل اللي عم نطلبه واضح وهين وصريح. نحن اليوم بأنطلياس كل عمره مكسر عصا من اول ما بلشت الكورونا. اذا بنرجع شوي لورا بنلاقي قبل انه قطاع المطاعم، قطاع السياحه ككل كان بكل قرارات الكورونا هو سكرون سكرون سكرون، ما كان حدا عم يسال ولا وزير ولا نائب ولا حدا. لبل لاي ساعه بدكم تضلكم فاتحين؟ هي مش مهم نحن لاي ساعه بدنا نضل فاتحين، نحن بدنا نتساوى بغيرنا. هو وقت اللي بيطلع قرار من لجنه كورونا هو على جميع الاراضي اللبنانيه بده يتطبق. الاراضي اللبنانيه مش ممتده هي بس بالمتن، خصيصا بأنطلياس، هي من الحدود للحدود، غيرنا بغير مناطق عم يفتحوا
قد ما بدهم يكون عندهم افطار هلا بالشهر الفضيل، عندهم افطار وعندهم سحور والى اخره، وببعض مناطق ثانيه عم بيسكروا الساعه 1 و2 وهن بيعرفوا حالهم والقوى الامنيه بتعرفهم. نحن عم نطلب نتساوى معهم، ما عم نطلب شيء ثاني، مش انه الساعه 9:30 منيح او الساعه 11 منيح، نحن مثلنا مثلهم، قررنا واخذنا قرار وقرارنا نهائي هالمره، ما رح نقبل نسكر غير ما الكل يتساوى معنا. هذا الموضوع ما رح نناقش فيه، وهيدي الصرخه مش ضد الدوله، هيدي الصرخه مع الدوله. نحن عم نطالب هالمره الدوله تطلع فينا وتعاملنا بالمثل والمساواه. اذا هيدي الصرخه مش محققه ياخذوا اجراءات بحقنا. نحن ما عم نطالب شيء غير انه نتساوى مع غيرنا، وهالمره إذا الله راد رح ننجح بهالموضوع، لأنه المطلب محق ولأنه ما عندهم حلول غير إنه يا يساوونا كلنا مثل بعض، يا كلنا نفتح يا كلنا منسكر. هالمرة نحن بالمتن وبأونتلياس أول مرة منعمل هيدي الوقفة، امبارح نجحت واليوم رح تنجح وبكرة أكيد رح تنجح، وهذا الموضوع مكفى. ثانك يو. يعني جاد مثل ما انك شايف يعني القرار حازم وواضح يعني بهيدا الشارع انه جميع اصحاب المطاعم ما رح يقبلوا يسكروا على الساعه 9:30، ولكن بدهم يضلوا فاتحين يعني مثلهم مثل بقيه المناطق، مثل ما عم نشهد نحن يعني بدنا نسميهم بالضاحيه بطرابلس بالشمال. يعني نحن شهدنا على فيديوهات لايف كانوا امبارح من الساعه 9:30 واكثر، جميع المطاعم كانوا فاتحين بغير مناطق، ولكن كان في دوريات لعناصر القوى الامنيه عم تجي تحديدا على هيدا الشارع. فالمطلوب اليوم هو المساواة بين الكل. نعم، شكرا لك جينيفر مزرعاني على هذه المعطيات من أونتلياس. وزير السياحة السابق أفيديس كيدانيان أكد في حديث عبر الأو تي في تأييده لفتح المطاعم، مشددا على أن القطاع السياحي يعول عليه في الإنقاذ الاقتصادي. ومن جهته أكد نائب رئيس نقابة أصحاب المطاعم في لبنان خالد نزهة أن المطلوب هو فتح المطاعم ومعاقبة كل مخالف. خليني أقول أنا إلى جانب الشباب يلي مبارح علوا صوتهم وقالوا كفى لها الاستنسابية وكفى لها القرارات يلي هي أصبحت تكون مجحفة بحق القطاع السياحي. بوقت من الأوقات إذا بدك كان في عنا هاجس الكورونا وبعده موجود، لكن لما نحن نخفف قيود ما فينا نخلي قطاع المطعم يسكر 9:30. يعني اللي بده يشتغل أو بده يعمل هالمقاربة بده يفكر إنه المطعم مش بيفتح الساعة 12 بيطبخ للظهر بيرجع بيسكر بيرجع بيفتح عشية. هيدا المطعم إذا بده يشتغل بده يشتغل 2 شيفت، بده يشتغل على إنه يقدر يبيع الظهر وعشية، لأنه هيدا سيستيمه. نحن خنقناه بوقت من الأوقات لأنه براس السنة قلنا أنه فتحة المطاعم أدت إلى أرقام، وأنا مش مع الفكرة أدت إلى ما أدت إليه، لكن التجمعات بالبيوت أخذت وقت أكثر. أختصر مشان ما طول كثير، أنا مع فكرة أنه هيدا البلد ما في شيء رح يوقفوا على إجراء إلا سياحة، حبوا ما حبوا، بدهم الفكرة ما بدهم الفكرة، وتكون واضح لكل اللبنانيين ولكل اللي عم بيشوفونا، لأنه كل ما أطلع من مقابلة بلش تجيني ردود عن شو عم تحكي أي سياحة، كهرباء معنا ومي معنا وإنترنت معنا وكذا. جماعة الخير جاي على لبنان يعمل سياحة، ما جاي يتجوز مع لبنان، جاي يقضي أسبوع مثل ما بيروح على أي بلد تاني. خلال هيدا الأسبوع تؤمن له كافة الأمور. الصرخة يلي أطلقت أمس بأنتلياس قبل ما فوت بكل المحاور، ليش هالاستنسابية؟ هيدي صرخة ألم. نحن كنقابة أصحاب مطاعم ومقاهي وملاهي بالتسويق لبنان نتفهم هذا الوجع، نتفهم صرخته، نتفهم أنه طلعوا على الطريق وانفجروا من الألم ومن الزعل، لأنه بده يكون في مساواة اجتماعية، بده يكون في مساواة تجارية، بده يكون في مساواة على كل المستويات وبين كل المناطق. عم يتألموا لما يشوفوا حالهم مسكرين، يعني هي منطقة سياحية بامتياز كلها مطاعم فيها كذا ألف شخص بيشتغلوا فيها مسكرة، وبركي بمحل نفس المنطقة بيكون في واحد عم يفتح 24 ساعة لأنه مغطى أو محمي. فنحن مع الدولة تفضل تضرب إيد من حديد وتحط حد لكل من توسله نفسه أنه يتخطى النظام. ونحن بنفهم هو الشباب، ونحن مع الفتح مع فتح المؤسسات، مع أنه نحن كنقابة من أول يوم
كنا حريصين على صحة الناس وعلى أمننا الصحي والاجتماعي والاقتصادي والآخره، تقيدنا بكل الشروط، سكرنا بالزمان قبل ما تقولنا الدولة سكرنا وعملنا رعاية رائعة، عملنا أداء ممتاز شافوه كل الناس من حيث التباعد والتعقيم والطاولات وست أشخاص على الطاولة أو البلاكسي والكثير من الأشياء. من جهتها أسفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عبر حسابها على تويتر أنه عند قيام دوريات بتنظيم محاضر بحق المطاعم المخالفة لقرار التعبئة تواجه أحيانا باعتراض على أساس مناطقي، وأكدت أنها تقوم بتنفيذ القرارات من دون تمييز ووفق الإمكانيات المتاحة كما يظهر الجدول الذي أرفق ببيان قوى الأمن الداخلي. ما هو السبب الفعلي للارتفاع في أسعار اللحوم؟ للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا ممثل نقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي ماجد عيد. أستاذ ماجد أهلا وسهلا فيك، شو هي المعلومات الدقيقة حول هذا الموضوع بغض النظر عن كل الإيل والآل اللي عم نشهده على مواقع التواصل وبالتداول؟ نعم، في فوضى معينة هلأ بالمرحلة الأخيرة بموضوع اللحوم ناتجة عن تأخر مصرف لبنان بالحوالات للموردين للمستوردين. يعني نحن في عنا من 3 أشهر لهلا حوالي، عم بحكي عن نطاق الشخصي، أنا مثلا عندي 8 مليون دولار بعد مش محولة لبضاعة اجت على لبنان بعناها بالسعر المدعوم وما تحولت بعد من شباط، وكذلك باقي المستوردين كلهم عندهم مبالغ ضخمة مع مصرف لبنان. هذا خلى بعض المستوردين تخرج من السوق ما عاد تستورد، بعض المستوردين عم يستوردوا مش على المدعوم، هلا مؤخرا صارت هيدي، وبعض المستوردين اللي هن صار عددهم قليل جدا والمحدود مخلين بقر عندهم بالمزارع مش عم يبيعوه او عم يبيعوه بكميات محدوده قليله جدا لانه بعد كمان مبالغهم ما تحولت. هذا اللي خلق هالخلل الموجود هلا اللي عم نشوفه بالسوق حاليا. نعم، طيب استاذ ماجد، ليش في بعض من الملاحم مقفله وما عم تسلم؟ لانه عدد الابقار اللي اليوم موجوده على الارض اللبنانيه تقريبا مثل ما قلنا قبل 15-20% من طلب السوق، خصوصا بالفتره الماضيه بشهر رمضان المبارك، وحتى هلا بالفتره اللي جاي العدد منه كافي. وفي عنا عدد من المستوردين عندهم عدد، اليوم شفنا تقرير صحفي عمله احد الصحفيين انه في احد المزارع عم بيقول فيها 13000 راس بقر. هذه 13000 راس بقر لو مش عم يتوزعوا بالطريقه، لانه مصرف لبنان مش عم بيحول مبالغهم كما عم يقول المستورد، ولكن لو مصرف لبنان محول هالمبالغ كان هذا البقر كله متاح لكل العالم. فهذا الموضوع قله البقر وكثره الطلب عم تخلي انه عدد كبير من الملاحم مسكره، وبطبيعه الحال الطلب الكبير الفتره الماضيه على اللحمه الطلب المستغرب، يعني نحن كميه الاستهلاك اللحمه اللي استهلكت بالفتره الماضيه متفاجئين بالارقام اللي عم تطلع عنا ما بتشبه السنين اللي قبلها، يعني العالم كله عم بتخزن، هذا دليل انه العالم عم بتخزن لحم، وهذا دليل انه في طلب كثير على اللحمه كون اللحمه هي كانت ارخص سلعه، هذا الشيء عم نفقده بالايام الاخيره. طيب كخلاصه، كيف بدنا نطلع من هذا الوضع بالنسبه لموضوع اللحوم ويرجع الوضع لشبه طبيعته؟ الاهم خلل عم يصير هو بموضوع الدوله، انه الدوله اليوم عم تقول للمواطنين انه انا عم بدعمكم باللحمه او بغير قطاعات، بس انا ما يعنيني اللحمه، انا عم بدعمكم بهذا القطاع ولكن مش عم بدفع مصاري. طب كيف انت يا دوله عم تدعمي ومش عم تدفعي مصاري؟ 3 اشهر ليه بده يقعد مصرف لبنان او الدوله لتدفع المصريات للمستوردين 3 اشهر؟ 3 اشهر نحن عم نحكي ب 90 يوم ما عاد قادرين نكفي بهذه الطريقه، لا نحن ولا باقي المستوردين. نحن انا بحكيك عن نطاق الشخصي كشركه خليفه على سبيل المثال، اعلنا من فتره على انه نحن وقفنا نبيع على السعر المدعوم، لانه البضاعه اللي عندنا طلبنا من وزاره الاقتصاد بطلب رسمي ما بدنا اياها تكون على المدعوم، لانه ما عاد فينا نتحمل الضغط اللي علينا، وطلبنا من وزاره الاقتصاد كمان بطريقه رسميه انه تيجي تكشف عنا على المزارع لتشوف قديش في عنا عدد من البقر الغير مدعوم الموجود عنا، ويكون كل شيء واضح وشفاف للرأي العام، وكذلك نطلب من باقي المستوردين يحدوا حظنا بهذا الموضوع. الموضوع ما حينحل إلا بوجود آلية صريحة واضحة شفافة، إنه هاي وفي مهل فيها آلية تضمن مهل إنه المصرف لبنان خلال 10-15 يوم 20 يوم بحولنا لحوالات، بتكون لحوالاتنا مكتملة مع ملفاتنا بوزارة الاقتصاد ووزارة الزراعة، وبالتالي نحن بنكون مستعدين دائما نتعاون ونكون حد المواطن بهالازمه اللي عم يعيشها بهالايام الصعبه هذه.
شكرا لك استاذ ماجد عيد، ممثل نقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي بلبنان، شكرا لك. وفي السياق نفسه أكد نقيب مستوردين المواد الغذائية هاني بحصلي في حديث للأو تي في أن الوضع ليس بخير، لكن لا يجب أن نزيده سوءا عبر التداول بأخبار غير دقيقة حول أسعار خيالية للسلع. يلي عم بيصير أنه بدنا نقسم الدعم لثلاث أقسام، عم نحكي دعم المحروقات والطحين وهدول الأمور، يعني قسم على قسمين، والقسم الثاني هو دعم السلة الغذائية. ما في شك أنه رفع الدعم حيكون له تأثير كبير على المجتمع عامة، وخاصة فيما يتعلق بالطلب على الدولار وارتفاع سعره إذا كان في طلب كبير على الدولار، وهيدي أمور عم نحذر منها، لكن هاي الأمور للأسف يمكن بدنا نشوفها. أما بما يخص المواد الغذائية، طلع كتير تصريحات من فترة عن ليستات أسعار عم يدوبلوها، عم يضربوها بثلاثة، وعم بيقولوا الأسعار حتصير. هيدي الأسعار اللي شفناها بوسائل الإعلام للصراحة هي أسعار مغلوطة، وبالتالي نحن بندعي الإعلاميين بتوخي الحذر عند نشر أسعار ما تكون مضبوطة، لأنه المواطن ما بقى يحمل صراحة أكثر من هيك أخبار خاطئة. ما في شك أنه الوضع منه منيح، ما في شك أنه عند رفع الدعم يمكن يكون في ارتفاع ببعض الأسعار، وخاصة بالمحروقات أو بالأدوية إذا صارت. لكن بما يخص المواد الغذائية، مثل ما كل مواطن بيعرف، ما حدا عم بيشوف البضاعة مدعومة أساسا، وبالتالي إذا رفع الدعم هي هالبضاعة منها موجودة، وبالتالي الأسعار الباقية وخاصة اللي شفناها على هالليستات هي حتضلها نفسها. ومن هون نحن في مكان ما عم نطمن المواطن بدون ما نعطي الأمل الكبير، لأن الوضع ما بيسوى، بس عم نطمن المواطن أن الأسعار اللي شافوها بوسائل الإعلام مش مزبوطة، والارتفاعات مش حتكون بهالقيمة. طيب أستاذ بحصري، ما في معلومات دقيقة يعني قديه ممكن توصل نسبة ارتفاع الأسعار بشكل عام على مختلف السلع؟ كثير صعب، كثير صعب حرق يعني نقدر نشوفها. بس كمان في مثلا انا اخذت تصريحات من بعض مثلا الصناعيين انه يعني كمان بالصناعات الوطنيه يمكن الاسعار ما لازم ترتفع كثير، لانه حسب ما هن قالوا مثلا يمكن نسبه ارتفاع الاسعار نسبه لارتفاع المحروقات حيكون في له نسبه، بس لكن مش هالارقام الكبيره صراحه. مش انه تهربا من الجواب، بس ما عندنا بعد جواب واضح ليقول شو هي كيف ترتفع الأسعار. هو اللي بيخوف إذا صار في رفع على الدعم على خاصة المواد الأساسية مثل المحروقات اللي عم تاخذ قسم كبير من الدعم، وتجار ومستوردين المحروقات بدهم يشتروا بضاعة، بدهم يشتروا الدولار من السعر من السوق الموازي، نحن بنخشى أن يصير في ارتفاع على سعر الصرف، وبالتالي يكون في ارتفاع على سعر سلع المواد الغذائية. بس مش بس توقف على المواد الغذائية، ساعتها بتوقف على كل مقومات الحياة. أما بما يخص المواد الغذائية تحديدا، أغلبية البضاعة مش مشمولة بسلة الدعم، وبالتالي ما لازم يكون في تأثير كبير على هالأسعار، وخاصة مثل ما شفناه بالإعلام. أستاذ بحصلي، يعني بظل هيدي الأزمة، هل الأمن الغذائي اليوم بلبنان أصبح مهدد برأيك؟ الأمن الغذائي له عدة عناصر دائما نحكي فيها، منه وجود الأهم من وجود الغذاء والوصول إلى الغذاء. يعني وجود الغذاء أنه نقدر نشتري الغذاء إن كان تصنيعه محليا أو استيراده من الخارج، وهذا يترتب على سعر صرف الدولار. وهون المعضلة الكبيرة، يعني نحن ما عم نقدر نعرف شو هالموضوع. ثاني شيء هو الوصول إلى الغذاء، يعني فرضا كانت البضاعة موجودة على الرف، بدك المواطن يقدر بقدرته الشرائية يشتريها. يعني إذا كانت البضاعة موجودة بس المواطن ما عم يقدر يشتريها، كمان أمن الغذائي مهدد. شو استفدنا؟ يعني مثل ما دائما بنقول السوبر ماركت منه متحف نجي نتفرج على البضاعة. هذا الأمور كله بيرجعنا للموضوع الأساسي. موضوع الأساسي هو ليس لا بالبطاقة التمويلية ولا بالدعم ولا برفع الدعم، هو بوجود حلول سياسية لحتى نقدر نأمن عملة أجنبية من الخارج، إن كان بتدفق معين أو إن كان بهبات أو إن كان لازم يفوت دولار على البلد حتى الأمور تتحلحل. أي شيء عم نحكي من غير هالإطار بنكون نحن عم نبرم بحلقة مفرغة،
والموضوع مش هون، عم يلهونا بالدعم وعم يلهونا بانقطاع البنزين وبارتفاع سعر الدواء وبالكوارث وبالتهويل، وهذا كله صحيح. انا ما عم بحكي هذا تهويل مش بمحله، هذا كله تهويل صحيح، لكن هيدا ما بيحل المشكلة، أو المشكلة هي بتنحل بالحل السياسي. ومنذ دقائق صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة البيان الآتي: بعد نجاح التعميم 154 والتزام المصارف بمندرجاته، يعمل مصرف لبنان على إطلاق مبادرة تهدف إلى إراحة اللبنانيين ضمن القوانين والأصول التي ترعى عمل مصرف لبنان، وذلك رغم الأزمة الخانقة التي يعمقها غياب حكومة فاعلة تقوم بالإصلاحات المطلوبة وتستعيد علاقات لبنان العربية والدولية والثقة الداخلية والخارجية. وتقوم هذه المبادرة على: أولاً، يفاوض مصرف لبنان حالياً المصارف اللبنانية بهدف اعتماد آلية تبدأ بموجبها المصارف بتسديد تدريجي للودائع التي كانت قائمة قبل 17 تشرين الأول 2019، وكما أصبحت في 31 أذار 2021، وذلك بالعمولات كافة. ولهذه الغاية طلب مصرف لبنان من المصارف تزويده بالمعطيات ليبني عليها خطة يتم بموجبها دفع مبالغ تصل إلى 25 ألف دولار أمريكي وبالدولار الأمريكي أو أي عملة أجنبية، إضافة إلى ما يساويها بالليرة اللبنانية. وسيتم تقسيط هذه المبالغ على فترة زمنية يحددها مصرف لبنان قريبا. ومن المتوقع أن يبدأ الدفع اعتبارا من 30 حزيران 2021، شرط الحصول على التغطية القانونية. ثانيا، يطلق مصرف لبنان منصة صيرفة، أي المنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة بمشاركة المصارف والصرافين، مع ما تؤمنه هذه المنصة من شفافية في الأسعار وفي المشتركين فيها بحيث لا تشمل الصرافين غير الشرعيين. وسيصدر مصرف لبنان التعاميم إلى الجمهور فور الحصول على إجابة وزير المالية كما ينص القانون. وسيقوم مصرف لبنان بالتدخل عند اللزوم لضبط التقلبات في أسعار سوق الصيرفة، علما أن السعر ستحدده حركة السوق التي ستكون مفتوحة أمام الأفراد والمؤسسات. ثالثا، تابع بيان حاكم مصرف لبنان: على عكس ما يشاع في عدد من وسائل الإعلام، فإن مصرف لبنان لا يزال يؤمن بيع الدولار للمصارف على سعر الصرف الرسمي للمواد الأولية التي قررت الحكومة دعمها، وهو ملتزم ببيع هذه الدولارات على السعر الرسمي، لكن الاعتمادات التي وافقت عليها المراجع الرسمية والمصرف المركزي ينفذ هذه العمليات يوميا وتبعا. ومن ناحية أخرى، وحفاظا على استمرارية مقاربة الدعم وفق ما تقتضيه المصلحة اللبنانية العليا ومصلحة المودعين، والتزاما بقانون النقد والتسليف، وجه مصرف لبنان كتبا إلى الوزارات المعنية من أجل ترشيد الدعم، وهو ينتظر الأجوبة الواقعية والتي يمكن تنفيذها قانونا. لقد اعتمد مصرف لبنان وفق بيان الحاكم رياض سلامة ومنذ زمن طويل سياسات استشراف واستباق للأمور كي يؤمن استمرار التمويل لحاجات لبنان واللبنانيين الأساسية. ولولا تحسب المصرف المركزي للمستقبل ولولا جمعه الاحتياطي بالعملات الأجنبية من خلال هندسات وعمليات مالية أظهرت فوائدها في هذه الأيام الصعبة، لما كان لبنان قادرا على تمويل حاجاته، وخصوصا بالنسبة إلى فئات المجتمع الأكثر حاجة، ولما كان قادرا على الصمود لأشهر طويلة رغم الفراغ الحكومي الكبير. ومبادرتنا اليوم مع السعي إلى ترشيد الدعم تأتي في سياق محاولة تأمين بعض الحلول البديلة والمؤقتة، ولا تلغي مناشدتنا المسؤولين إلى الإسراع نحو الحلول الجذرية المطلوبة للإصلاح والنهوض بالاقتصاد، ما يؤمن نهضة شاملة للوضع المالي، ختم بيان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. في الملف الحكومي، هل انتهت المبادرة الفرنسية مع انتهاء زيارة لودريان؟ وما صحة الكلام عن دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون لمؤتمر للقيادات السياسية في باريس؟ تقرير جويس نوفل. مثل ما غط وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان طار، فخلال يومين في بيروت لم يتمكن من جمع القيادات اللبنانية ولم ينجز المبادرة الفرنسية. هذه هي القراءة الأبرز بالنسبة للمتابعين، لكنه من دون أن يدري وبعد مغادرته وحد موقف القيادات اللبنانية على جبهتين، إذ قالوا أولا لم يبلغنا الضيف الفرنسي بسقوط المبادرة ونحن نتمسك بها، وثانيا أكدوا أن ما نقله تلفزيون لبنان من معلومات بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعتزم توجيه دعوة إلى القيادات اللبنانية لعقد مؤتمر في باريس أنه غير صحيح ولم يسمع أحد بهذا الكلام.
بعيداً عن الأحزاب السياسية، تشير مصادر معنية إلى أن الكلام عن زوال المبادرة الفرنسية هو كلام غير صحيح، وتؤكد التمسك بها حتى إشعار آخر من حيث أنها مبادرة إنقاذية إصلاحية، وتنفي علمها بأي دعوة لاجتماع طارئ في باريس، وبأن أحداً لم يبلغ بشيء من هذا النوع. القوات اللبنانية تشدد مصادرها للأو تي في على أنه لا يمكنها التعليق على مسألة غير رسمية، يمكن أن تكون موقف مصادر معينة أو موقف سياسي لأحد الأطراف السياسية أو تحليل معين. فوزير الخارجية كان في لبنان ولم يتحدث لا عن مؤتمر سياسي في باريس، ولم يعلن صراحة موت المبادرة الفرنسية ولو أنه كان مستاء جدا من عدم تشكيل الحكومة. وتؤكد المصادر القواتية أن المبادرة بالنسبة للفرنسيين ما زالت قائمة على الرغم من التعثر الذي أصابها. بالنسبة لتيار المستقبل، فإن لودريان لم يبلغ القيادات اللبنانية بأن المبادرة الفرنسية انتهت، إنما أكد أن المبادرة قائمة للشعب اللبناني وأنتم تؤخرون إتمام هذه المبادرة. وإذ يقول مصدر مستقبلي للأو تي في إن الكلام عن مؤتمر سبق وتحدث عنه ماكرون لكنه كان سيلي تشكيل حكومة، يشير إلى أن عدم وصول المبادرة إلى نتيجة يمكن أن يستدعي عقد مثل هذا المؤتمر، إنما من دون تأكيد حصوله. تجدد مصادر التيار الوطني الحر الموقف بالترحيب بكل مسعى ولقاء، ولكنها تؤكد في آن أن الشأن الحكومي والشؤون السيادية الأخرى شأن داخلي يقرره اللبنانيون، وهذا ما كرره التيار في بيان بالأمس عبر مناشدة الرئيس المكلف إعادة لبنانة عملية التشكيل باعتبارها استحقاقا لبنانيا صرفا بالدرجة الأولى ومسؤولية اللبنانيين لو مهما بلغ مستوى المساعدة من أصدقائهم. وتمنى التيار أن تواصل فرنسا مسعاها من خلال المبادرة الفرنسية. في الأثناء اكتفت مصادر مقربة من عين التين بالقول لو كان من مؤتمر لكان سلم لودريان رؤساء دعوة رسمية. ووسط كل هذه الأجواء تشير المعلومات إلى أن الدعوة إلى المؤتمر بحسب تلفزيون لبنان ستكون في حزيران وليس قريبا. وهنا يسأل البعض، إذا حصل المؤتمر في باريس ماذا عن العقوبات وذهاب الشخصيات السياسية إلى فرنسا؟ فيما يضع البعض الآخر إمكانية الدعوة إلى مؤتمر فرنسي في خانة الرد على إخفاق لودريان في زيارته الأخيرة. سياسة العقوبات والضغوط هي اللغة التي يستخدمها بعض الدول مع لبنان اليوم لدفعه إلى القيام بإصلاحات جذرية في إطار مكافحة الفساد، على رغم وجود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تنص على التعاون في هذا الإطار من القانون وحتى استرجاع الأموال المنهوبة. تقرير نانسي صعب. لا تأتي مطالبة لبنان بشخص رئيس الجمهورية بتعاون الدول الغربية معه استنادا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بما يساعده في استعادة الأموال المنهوبة وملاحقة من أساء استعمال الأموال العامة وهدر الأموال بالفساد أو بتبييضها من عدم. فبموجب هذه الاتفاقية يمكن للبنان أن يطلب تعاون الدول المصادقة عليها والتي فيها حسابات مصرفية للبنانيين من موظفين عامين أو تولوا وظائف عامة تحتمل علامات استفهام، خصوصا أنه تم تحويلها إلى الخارج قبل صدور قانون الكابيتال كنترول الذي لا يزال منتظرا أصلا. الدول طبعا فيها أن توقف عبر نظامها المصرفي أي تحويلات مشبوهة إلى مصارفها لأنها بتمر عبر المصارف الدولية المراسلة قبل ما تروح تفرض عقوبات. لكن أيضا هنالك بنفس الوقت أهمية للتعاون الدولي، وأبرز تجليات هذا التعاون هو اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يلي انضمت إليها أكثر من 187 دولة بيناتها لبنان عام 2009. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تهدف بالأساس إلى تأمين ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع الفساد ومكافحته واسترداد الموجودات الذي يشكل مبدأ أساسيا للاتفاقية عبر برنامج ستار Stolen Assets Recovery. في سلسلة المواد من 46 وحتى 58 تحدد الاتفاقية أطر التعاون بين الدول المصادقة، خصوصا التعاون القضائي الذي يتراوح بين الحصول على أدلة وتنفيذ عمليات التفتيش والحجز والتجميد وتصل إلى استرداد الموجودات. وهذه العملية تتم بطلب يرفعه لبنان من خلال مراسلة من النيابة العامة التمييزية عبر وزارة العدل تسلمها وزارة الخارجية، وحتى من دون طلب بمجرد وجود اشتباه لدى أي من الدول المصادقة على الاتفاقية بمبالغ مشبوهة محولة من لبنان، فتبلغ بالأمر بتواصل عبر وحدات الإخبار المالي التي تعرف في لبنان بهيئة التحقيق الخاصة. بضل في هنالك إمكانية للدول أن ترفض التعاون بمقتضى الفقرة 21 للمادة 46 من هذه الاتفاقية
إذا كان التعاون بمس بمصالحها بنظامها بسيادتها بعرض أمنها للخطر، ولكن ذلك لا يحول دون المبدأ مكرس بالمادة 43 من حيث ضرورة أن يتعاون الفريقان. الاتفاقية تركز على تعاون الدول عبر وحدات الإخبار المالي التي تتبادل المعلومات المالية والمصرفية لغايات ضريبية من ضمن تبعيتها جميعها لمجموعة أجمنت جروب، وهي المنظمة الدولية التي تسهل التعاون بين وحدات الإخبار التابعة للدول من أجل التحقيق ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وعملا ببرنامج ستار الذي تنص عليه الاتفاقية. أقر لبنان مثلا قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وعملا به أيضا تم تقديم سلسلة اقتراحات قوانين أبرزها توسيع صلاحية هيئة التحقيق الخاصة واستعادة الأموال المنهوبة. تحدد اتفاقية الأمم المتحدة أيضا كيفية التعاون لاسترداد الموجودات وآلية هذا الاسترداد الذي يجب أن يسير بالتوازي مع البحث عن الأموال المنهوبة غير المحولة التي لا تزال في لبنان. أليس هنالك أموال فساد لا زالت في لبنان؟ هل كلها حول إلى الخارج؟ وهل بدنا نضلنا نكبر الحجرة حتى نقول للبنانيين أنه مش قادرين نحن نجيب الأموال أموال الفساد لأنها حولت إلى الخارج؟ ليش ما منباشر بالأموال اللي مفترض تكون بعدها موجودة في لبنان؟ إذا كانت سياسة العقوبات والضغط تحتمل تفسيرا سياسيا، فتعاون المجتمع الدولي مع لبنان انطلاقا من الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد يسقط عليه المصداقية والجدية لإرساء مفهوم التنمية المستدامة في لبنان انطلاقا من محاربة الفساد فيه، خصوصا أن تطبيق هذه الاتفاقية مكن عددا من الدول من استرجاع أمواله، ومنها بحسب دراسة لمنظمة جوستيسيا دول إفريقية وعربية، من بينها دول شهدت ثورات في السنوات الأخيرة أبرزها تونس. جدد البطريرك الماروني ماربشارا بطرس الراعي في عظته من مزار سيدة لبنان في حريصة لمناسبة الشهر المريمي النداء إلى المعنيين لتأليف الحكومة، لافتا إلى أننا نخشى أن ينسى لبنان في مجاهل لعبة السلطة داخليا وفي صراع المحاور إقليميا، وطالب الراعي الدول بأن تنظر إلى القضية اللبنانية كقضية قائمة بحد ذاتها لا كملف من الملفات. واليوم على الرغم من الأزمة السياسية والضائقة الاقتصادية والمعيشية، ندعو الشعب للحفاظ على هذا الكيان اللبناني ولإعادة تجميع طاقاته وقدراته وروحه المنتفضة، فلا يفقد الأمل بالمستقبل. الظلمة وراءنا والنور أمامنا، ومن شأن النور أن يمزق طبقات الظلام، فلن ندع لبنان يسقط. والأم سيدة لبنان ساهرة، ولأننا نناضل لمنع سقوط لبنان نجدد النداء إلى المعنيين بتأليف الحكومة ليسرعوا في الخروج من سجون شروطهم ويتصف بالمناقبية والفروسية ويعمل بشرف وضمير وإصغاء مسؤول إلى أنين الشعب، يعمل على تشكيل حكومة قادرة تضم النخب الوطنية الواعدة. وإذ نلح على موضوع الحكومة، فلأننا نخشى أن يهمل وينسى في مجاهل لعبة السلطة داخليا وفي صراع المحاور إقليميا، هناك من يعمد إلى دفع لبنان نحو مزيد من الانهيار لغاية مشبوهة. وإنا إذ نكرر الدعوة لإعلان حياد لبنان الإيجابي الناشط. لمناسبة عيد العمال وبعد إرجائها بسبب الإقفال الأسبوع الماضي، نظم الحزب الشيوعي اللبناني تظاهرة من ساحة رياض الصلح مرورا بجمعية المصارف وشركة الكهرباء وصولا إلى مرفأ بيروت، وانطلقت التظاهرة تحت عناوين رفض النقابات التابعة لمنظومة السلطة ومن أجل حركة نقابية مستقلة تناضل من أجل حقوق العمال. كلنا مدعوون تجمعات وحياة وقوى سياسية واجتماعية وبلدية ونقابية من أجل بناء
أوسع تحالف سياسي واجتماعي للتغيير، يشكل أساساً، يشكل أداة لمشروع سياسي يقدم نفسه مشروعاً بديلاً عن المنظومة الحاكمة، يتولى مسؤولية قيادة الصراع معها ليخلق موازين قوى جديدة تفرض تأليف حكومة وطنية انتقالية إنقاذية ذات طابع انتقالي وبصلاحية تشريعية استثنائية. أعلنت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية أنه يتم التماس هلال شهر شوال للعام 1442 هجرية بعد غروب شمس يوم الثلاثاء الواقع في 29 من شهر رمضان المبارك الموافق 11 أيار الحالي. وقالت في بيان: سوف يؤدي مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان صلاة وخطبة عيد الفطر صباح يوم العيد في مسجد محمد الأمين في وسط بيروت. نعود إلى النشرة بعد هذا الفاصل الأول.